اتصال هاتفي مع المتنبئ الجوي حسان الجردي. صباح الخير استاذ. صباح الخير، صباحك يا هلا. يسعد صباحك، خبرنا استاذ بداية عن المنخفض الجوي أكثر، تفاصيل عنه ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظتنا السورية والأيام القادمة. شكرا، عينيك، صباح الخير من جديد لإليك لسمعتك الأخبارية لفريق الأعمال. هلا بشكل عام، أول حالة عدم استقرار أثرت على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية لهيدا الموسم، بلشت من نهار الأربعاء بالليل وأدت إلى هطولات مطرية ميزت بالعشوائية، والتوزع الجغرافي كان لها عشوائي، بدوس اتصفت بالغزارة ببعض الأحيان، هطلت بأجزاء من المنطقة الشمالية والجنوبية والجنوبية الشرقية. هيدي الحالة اللي نحن تأثرنا فيها من الأربعاء المساء، راح يكون عليها استقرار مؤقت على ليلة امبارح، تجدد اليوم الصبح، واليوم الصبحيات مع ساعات الفجر الأولى كان في هطولات مطرية بالأجزاء الغربية من محيط العاصمة دمشق، منطقة كناكر وساسع، كانت الهطولات نوعا ما مقبولة. بشكل عام يعني راح تكون الأجواء لليوم حتى ساعات الظهر أجواء غائمة جزئيا. بشكل عام الغيوم راح تزداد كميتها مع ساعات بعض الظهر، والفعالية راح تتجدد من اليوم، وراح يكون هذا المنخفض الجوي اللي عم يأثر علينا من الجنوب المترافق بامتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا، يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار جديدة تكون ذروتها من اليوم الظهر وتستمر حتى ساعات مساء نهار بكرة. الهطولات راح تكون غزيرة وعشوائية الحدوث ومترافقة بالعواصف الرعدية وحبات البرد ببعض الأحيان، بتبلش بشكل مبدئي الهطولات بعد الظهر من المناطق الجنوبية والغربية، ومع ساعات المساء والليل تمتد إلى أغلب المناطق نتيجة غزارة الهطول المطري. بنحذر من تشكل السيول بالوديان بالمنحدرات بالأماكن المنخفضة. في انخفاض على درجات الحرارة اليوم، درجات الحرارة بتكون حول المعدل أو أعلى من معدلاتها بقليل مثل هذه الفترة من السنة، والرياح بشكل عام عم تكون شرقية لشمالية شرقية بمنطقة الجزيرة، بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات عم تكون سرعة الهبات ببعض الأحيان 40 كيلومتر بالساعة خاصة بالمناطق الجنوبية والوسطى والساحلية. هلأ بشكل عام لنهار بكرة بتستمر ذروة الفعالية الجوية اللي عم نحكي عنها، وبظل الهطولات المطرية متميزة وغزيرة ومترافقة بالعواصف الرعدية وحبات البرد وبأماكن متفرقة من البلاد. أكثر الأماكن حظا بالغزارة ليوم السبت خلال ساعات المساء والليل راح تكون المنطقة الجنوبية والقلمون بالدرجة الأولى، بيجي بعدها المنطقة الوسطى حمص وحماة والغاب، آخر شيء راح تكون الغزارة خلال اليوم هي المنطقة الشرقية. نهار بكرة راح تكون الأكثر مناطق هطولا وغزارة منطقة الجزيرة والقلمون والأجزاء من المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى، تحديدا الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى. هلأ بشكل عام خلال الليل رح تتحول الأجواء إلى أجواء باردة نتيجة انخفاض بدرجات الحرارة ونتيجة هذه الفعالية الجوية اللي عم نعيشها. بنحذر من الانخفاض على درجات الحرارة خاصة درجات الحرارة الصغرى اللي عم تكون مع ساعات التبريد الأعظمي بالليل، وبتحول الأجواء إلى أجواء باردة خاصة بالمرتفعات الجبلية، ومن تشكل السيول بسبب غزارة الهطول المطري بالمناطق المنخفضة والوديان والمنحدرات. هلأ بشكل عام البحر عم يكون خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، حالة عدم استقرار تستمر معنا حتى منتصف هيدا الأسبوع، بتؤدي إلى هطولات مطرية مثل ما ذكرت بالبداية بالمناطق الجنوبية والغربية وبتمتد بعدين لأغلب المناطق. الغزارة بالنسبة لنهار السبت راح تكون خلال ساعات المساء والليل، وبتستمر هيدا الذروة حتى ساعات مساء يوم الأحد، بعدين ببلش الاستقرار اعتبارا من يوم الاثنين، وبتبلش درجات الحرارة تميل للارتفاع بشكل طفيف لحتى تكون الأجواء أصبحت أجواء مستقرة مع نهاية هذا الأسبوع، باستثناء المنطقة الساحلية في احتمال أنه يكون فرص الهطول مستمرة فيها حتى نهاية هذا الأسبوع، ولكن بنسبة قليلة، وتكون الهطولات ببعض الأحيان أكثر غزارة تحديدا بالمرتفعات الساحلية حتى نهاية هذا الأسبوع نتيجة تأثر المنطقة الساحلية بحالة عدم استقرار جديدة مختلفة تماما عن حالة عدم الاستقرار اللي عم نعيشها هلا. هلا المنطقة الساحلية ضمن هيدي حالة عدم الاستقرار والمنخفض اللي بدنا نشهده لليوم ولبكرة، في لها حظ بالهطول المطري ولكن ليس كباقي المناطق والمحافظات الأخرى كالمنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى والجزيرة والشرقية. هلا بشكل عام درجات الحرارة لليوم عم تكون بالعاصمة دمشق 21-11، القنيطرة 18-8، القلمون المرتفعات الجبلية 14-7، درعا 22-10، السويداء 18-10، المنطقة الوسطى حمص وحماة 23-18،
الحسكة منطقة الجزيرة 25/10 بالساحل السوري اللاذقية وطرطوس 25/14 بالشمال حلب وإدلب 22/9 دير الزور الرق البوكمال المنطقة الشرقية 25/11 وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر عام تكون 22/6 إن شاء الله أمطار خير ورحمة على بلدنا الحبيب سوريا ضمن هذه الفعالية الجوية اللي بدنا نشهدها خلال الأيام اللي بدنا نعيشها هلا اليوم وبكرة حتى نهار الاثنين ظهراً.